اوكي، انا هلا بالجيم. في ناس عم تسالني ممكن تفرجينا جسمك كله؟ اوكي، فاليوم على العشاء بدنا نساوي تورتيلاز مع لحمه مفرومه من جوا. بالعاده انا تورتيلاز بساويها بطحين جوز الهند وبحط معها بسليم هاسك مشان تتماسك العجينه منيح، بس لانه كثير منكم عم بيقولوا انه ما بيلاقوا بسليم هاسك ببلدهم او ما بيعرفوا شو الاسم المضبوط لحتى يعرفوا يشتروها، رح نعمل طريقه مختلفه اليوم. ما بعرف اذا رح تزبط لانه انا ما مجربتها من قبل، بس بعتقد بيمشي الحال، فخلونا نبلش. اوكي، ان شاء الله يكون التصوير هيك منيح، لان في ناس عم تقول انه تصوير كتير سيء، فعلش لان انا كل شيء بسويه على عجله، ما بخطط للموضوع، مشان هيك يمكن ما بتكون الانجل مزبوط 100%. anyway، لنبلش بالريسيبي. اول شيء مثل ما قلت لكم بدنا الكوكونات فلاور، بدنا نحط 80 مل من الكوكونات فلاور، يعني كميه كتير صغيره. فبيطلع ربع كبايه، وراح وبدنا نستخدم بياض 8 بيضات. هلا لانه انا ما بدي كب الصفار لانه ما بعرف شو بدي اعمل فيه، اشتريت هيدا البياض من السوبر ماركت، اسمها تو تشيكس، لان في ناس عم تقلي ممكن تعطينا الاسم، وفيها تقريبا 12 بيضه، 400 مل، فيها 400 جرام. فاني بدي استخدم هون، بحطه 8 بيضات، 6 بيضات، 10 بيضات، 12 بيضه. فانا رح احط 8 بيضات، هذا بيطلع تقريبا نصها فوق. هلا بدي احط ملعقه صغيره من البيكنج باودر، وبخلطهم شوي منيح مع بعض. اوكي، هلا بدنا نزيد البيض، رح احملها هيك مشان اتاكد انه حطيت 8 بيضات. وهلا بدنا نزيد 3 كباية من المي، رح احط رشة ملح، هلا صار جاهز الباتر، هلا صاروا جاهزين، بس انا بحب يكون فيها طعمة، فرح احط شوية بودرة الثوم، رح احط بودرة البصل شوي كمان، ورح احط بهار احمر بس لحتى تعطيها طعمة، بس كمان اذا تركتوها مثل ما هي ما في اي مشكلة. So هيدي النتيجة النهائية، طلعوا هيدي هي خمس مرة بحاول اسجل هالمقطع، هيدول النتيجة النهائية، طلعوا 6 وانا خرب معي 2. ف
صراحة كتير 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 بعذبه كتير. بده واحد يصبر عليهم، بدكم تتركون شوي كمان لحتى يرتاحوا قبل ما تبلشوا تشتغلوا فيهم. لاحظت بس اذا متواجد عندكم سايلم هاسك او لسان الحمل، انا رح احط لكم اللينك للوصفه الرئيسيه اللي او الاصليه اللي انا بسويها. هديك لذيذه كتير وطيبه كتير واسهل بكتير وما بتعذبكم لهالدرجه. فاذا بتقدروا عندكم المكونات سووا هذيك الطريقة. أما إذا حابين ما عندكم هذه بتمشي حالة، بس بدها صبر وطولة بال. أنا إلي من الصبح عم أحاول سويها وصرت زيد شغلات وشيل شغلات لشوف إذا هلا بتزبط معي ولا لا. فعشان هيك شبه زبطت معي، ما لأن الشمس بعيني. بس طلعت لقيت عن جد الكتير كان في مكونات كتير، لفرجيكم شو صار. فطلعت بهذا الجات لقيته مليان مكونات، فما حبيت كبهم، حبيت جرب شيء تاني على السريع. فشو عملت؟ حطيت ربع فنجان دقيق اللوز وثلاث معالق بسليم هاسك وخلطتهم كتير منيح وتركتهم لمدة 10 دقايق ل 12 دقيقة لحتى يرتاحوا. وبعدين كورتهم ومديتهم هيك بايدي حتى ما رقيتهم او اي شيء، وحطيتهم بالفرن لمده 10 دقائق على نار هاديه. وبعدين رجعت قلبتهم للميل الثاني وتركتهم شي 5 دقائق ل 6 دقائق، وعن جد طالعين روعه. حتى فيكم تستخدموه مثل الخبز، وهي عن جد الشغلات اللي الواحد بيساويها وما قاصد بتزبط احيانا اكثر من الوصفات اللي بيكون قاصد يساويها. فانا هلا رح كمل وحط هيدولي كمان، رح فرجيكم كيف، ورح احسب المايكروس كمان لحتى اذا حدا حابب يساويها. واللون الاخضر هيدا بتتذكروا الويت جراس باودر اللي اشتريته من فترة عشان يساعدني اني اخد خضار زيادة، حطيت ربع فنجان منهم عشان هيك لونه اخضر. اوكي حشيلهم هون. وهلا بس باخد هيك بعملهم دويرة بأصابيعي. كورها او بشكلها مثل ما بدي.
العشاء هلا، والتورتيلا اللي عذبوني شوي اللي بالبيض طلعوا كتير 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 طيبين وطرايا وبلفوا كتير حلو معكم. التورتيلاز الثانية اللي لونها أخضر اللي حطيت فيها ويت جراس باودر طيبة، بس اللي مش متعود على طعمة أو ما بحب طعمة الويت جراس رح تطلع معه شوي واضحة، مش كتير بس فيها هيك مثل طعمة ترابية بالتورتيلا، بس كانوا طيبين وبيشبعوا كتير هيدولي لأنه أسمك شوي. بس anyway بتمنى تجربوها، وحتى إذا حطيتوا أفوكادو مع التورتيلا بتطلع كتير كتير طيبة مع اللحمة. بتمنى تجربوها وتعجبكم، بشوفكم بكرة بفيديو جديد. باي باي.